في الرابع من شهر أغسطس لعام 2000، كانت جينيفر فيرالين تغوط في نوم عميق بجانب شريكها عندما اقتحم شخص غريب المنزل فجأة وأطلق النار عليهما لينهي حياتهما على الفور قبل أن ينسحب الجاني من المنزل بسرعة. تم استدعاء الشرطة إلى مسرح الحادث وشرعوا في التحقيق على الفور، حيث استطاعوا العثور على أغلفة الرصاصات التي نفذت إلى الضحيتين وأنهت حياتهما على الفور، واستطاعوا أيضا رفع بعض البصمات من مسرح الحادث، الأمر الذي أوحى للمحققين أنهم سيتمكنون من حل تلك الجريمة بكل بساطة وسهولة. لكن في نهاية التحقيق سيتضح لهم أن تلك الجريمة كانت أكثر تعقيدا مما كان يبدو لهم في البداية. في هذه الحلقة من قناة وقائع سنسرد لكم قصة الأخوين هيلزر، السفاحين الذين سفك الدماء وارتكب أبشع الجرائم بعد أن ادعى أحدهم النبوءة وخدمة أهداف رسالة نبيلة كلفها به الإله. لذا لا تفوت مشاهدة هذا الفيديو حتى النهاية. ولد غلين تايلور وجاستن هيلزر في عائلة من طائفة المورمون الشهيرة بالتدين الشديد والالتصاق بالكنيسة في مدينة لانسينغ بولاية ميشيغان الأمريكية، لكن الأخوين عاشا سنوات طفولتهما الأولى وترعرعا في مدينة مارتينيز، وهي مدينة صغيرة في مقاطعة كونترا كوستا شمال شرق سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. ولد غلين في العام 1970، ولد شقيقه بعده بعامين فقط، وبالتحديد في العام 1972. ومنذ نعومة أظافرهما كان غلين متسلطا ومسيطرا بشكل كامل على شقيقه الأصغر الذي كان طفلا انطوائيا ويعاني من عدة اضطرابات نفسية واجتماعية. بعد تخرجهما من المدرسة الثانوية قام الأخوين برحلة إرسالية للتبشير بالدين المسيحي، وقد كانت هذه إحدى العادات الأساسية للمنتمين لطائفة المورمون المتدينة. وقد قضى غلين عامين في البرازيل فيما قضت جاستن عامين في ولاية تكساس قبل أن يعود مجددا إلى ولاية كاليفورنيا ويجتمع من جديد. بدأ كل من الأخوين في سلوك طريقه الخاص في الحياة بعد عودتهما من رحلتهما الإرسالية، حيث استطاع غلين أن يحصل على عمل كسمسار للأوراق المالية فيما عمل شقيقه في مجال تركيب الكابلات. في ذلك الوقت أيضا التقى غلين بشابة تدعى آن، وسرعان ما انجذب لها بشكل كبير لينتهي بهما الأمر بالزواج في العام 1993 وأنجب سويا فتاتين. للوهلة الأولى يبدو أن غلين يعيش حياة مثالية، حيث كان شخصا ملتزما دينيا ومقربا من الكنيسة، وكان يملك عائلة رائعة فضلا عن عمله الذي يدر عليه دخلا مناسبا. لكن هذه لم تكن الحقيقة على الإطلاق. في حقيقة الأمر كان غلين منخرطا في عدد من الأنشطة التي ترفضها الكنيسة، كالإفراط في شرب الكحول وتعاطي المخدرات وإقامة علاقات مع عدة نساء خارج إطار الزواج، وهو السلوك الذي دعا الكنيسة في نهاية إلى طرده وحرمانه. كانت تلك نقطة التحول في حياة غلين الذي ادعى منذ تلك اللحظة أنه كان يمارس ما أسماه بالحياة الطبيعية، وأنه ليس من حق المسؤولين عن الكنيسة أن يطردونه ويحرمونه جراء ذلك. على إثر ذلك قرر غلين أن عليه أن يسيطر على كنيسة طائفة المورمون ويصبح هو الأسقف الخاص بها مهما كلفه الأمر، وبدأ ذلك الشعور يتطور بشكل كبير في نفسه إلى أن وصل به الأمر بأن ادعى النبوة وأن الإله هو الذي طلب منه السيطرة على الكنيسة وتطبيق أفكاره الجديدة والتي تتضمن الحياة الطبيعية من خلالها. لم يؤمن أحد بأفكار غلين الجنونية سوى شقيقه جاستن وعشيقة جاستن دون جودمان، وهي فتاة من طائفة المورمون أيضا. كان جاستن قد التقى بها في العام 1990، بالإضافة إلى فتاة تأثرت للغاية بشخصية غلين وبرسالته وتدعى سيلينا بيشوب التي كانت تبلغ من العمر 22 عاما في ذلك الوقت. عقد غلين اجتماعا بأتباعه الأربعة وأوضح لهم أن الهدف الرئيسي من تلك المجموعة كان السيطرة على كنيسة المورمون، حتى لو تطلب الأمر إنهاء حياة جميع قادة الطائفة
وذلك لنشر الفرح والسعادة بين أفراد الطائفة عن طريق تطبيق استراتيجية الحياة الطبيعية التي تبناها غلين. أشار غلين في حديثه مع أتباعه إلى أن الخطوة الأولى في تلك الخطة كان توفير الدعم المادي الكافي للدعاية، ولذلك فقد كان عليهم جمع أكبر قدر من المال في أقل وقت ممكن. وقد كان غلين يملك خططا محكمة بالفعل لتوفير ذلك التمويل. أنشأ غلين شركة وهمية يستطيعون من خلالها غسيل الأموال التي جمعها أفراد المجموعة من الاتجار في المخدرات، أو تسهيل العلاقات الجنسية غير الشرعية، أو حتى بيع النساء لرجال أعمال وبعض جرائم الابتزاز. على الرغم من أن الانخراط في كل تلك الأنشطة الإجرامية لم تستطع المجموعة أن تجمع ما يكفي من المال من وجهة نظر غلين، ولذلك فقد قرر النبي المزعوم أن يصعد الخطة إلى المرحلة التالية. قام غلين بالتخطيط لاختطاف أحد عملائه السابقين عندما كان يعمل سمسارا لأوراق المال، وهو رجل عجوز ثري ويدعى إيفان ستينمان. استغل غلين معرفته الوثيقة بالضحية وثقته به، واستطاع بكل سهولة أن يدخل منزله في 30 من شهر يوليو لعام 2000 دون أي مقاومة أو شك. بعد أن دخل غلين وشقيقه الأصغر إلى منزل الرجل المسن وزوجته أنيت، هددهما باستخدام مسدسه وأجبرهما على العودة معه إلى منزله. وهناك تم ابتزاز الزوجان المسنان تحت تهديد السلاح، فضلا عن حقنهما بالمخدرات. وفي النهاية أجبرهما غلين على إصدار شيكات بنكية تبلغ قيمتها حوالي 100,000 دولار أمريكي. كان الزوجان المسنان يعتقدان أنهما بصدد إنهاء ذلك الكابوس الذي تعرضا له بعد دفعهما لتلك الأموال، لكن غلين لم يكن ليدعهما يذهبا في حال سبيلهما ويخاطر أن يبلغ الشرطة، ولذلك فقد انهاله وشقيقه عليهما بالضرب قبل أن يقوم بنحر رقبتهما ليتأكد من أن روحهما قد غادرت أجسادهما. في اليوم التالي أحضر غلين منشارا كهربائيا وبدأ بتقطيع جثة الزوجين المسنين بمساعدة شقيقه الأصغر. وبعد أن انتهي من ذلك قام غلين بأداء صلاة شكر أمام المذبح، وأدى أفراد الطائفة الخاصة الذين شهدوا الجريمة الصلاة معه. بعد ذلك طلب غلين من سيلينا أن تقوم بصرف تلك الشيكات وأن تبرر موقفها أمام البنك بأنها حصرت تلك الأموال من جدها وهو رجل ثري، وذلك لمساعدتها على تحمل نفقات عملية جراحية تحتاج لإجرائها. لكن سيلينا شعرت بالفزع من ذلك ورفضت الذهاب، ليضطر غلين أن يولي تلك المهمة لدون عشيقة جاستن. تم الأمر دون أي مشاكل، واستطاعت دون أن تصرف المال وتدخله في حساب الشركة الوهمية التي أنشأها غلين. لكن المجموعة كانت تواجه مشكلة أخرى في ذلك الوقت، وهي أن سيلينا التي بدأت تتراجع عن أفكار الطائفة وبدأت تهدد غلين بوضوح بإبلاغ الشرطة عن كافة أنشطته الإجرامية. نتيجة لذلك قرر غلين إنهاء حياة سيلينا وإلحاقها بضحايا رسالته الوهمية، حيث انهال عليها بالضرب من مطرقة عملاقة على حين غرة في 2 أغسطس قبل أن يأمر جاستن بتقطيع جثتها بالمنشار الكهربائي. وبعد ذلك قام الشقيقان بوضع بقايا الجثث الثلاثة في أكياس قماشية سوداء. لم يتوقف غلين عند هذا الحد، حيث إنه كان يشك بأن والدة سيلينا جينيفر فيلارين كانت تعلم بشأن الطائفة وجرائمها، لأنه كان يعلم جيدا بأن سيلينا كانت مقربة من والدتها وكانت على تواصل تام معها ولم تكن تخفي عنها شيئا. لذلك قرر غلين أن ينهي حياة جينيفر أيضا، وقد ذهب برفقة شقيقه إلى منزلها في مساء 4 أغسطس وتسلل إلى الداخل قبل أن يطلق النار عليها وعلى شريكها أثناء نومهما، وغادر المنزل مسرعا. في ذلك الوقت كانت أسرة إيفان وأنيت قد أبلغت عن اختفاء الزوجين المسنين فجأة دون أثر، وقد بدأت الشرطة بالفعل بالبحث عن الزوجين وسيارتهما التي كانت قد اختفت عن الأنظار أيضا. استطاع المحققون العثور على سيارة الزوجين المسنين في نهاية الأمر بالقرب من منزل الأخوين هيلزر، وبداخل السيارة عثروا على منشار كهربائي ملطخ بالدماء فضلا عن بصمات الأخوين هيلزر. استطاع المحققون على الفور
أن يلاحظوا أن البصمات التي جمعوها من منزل جينيفر كانت تطابق البصمات التي عثر عليها في سيارة إيفان وأنيت، الأمر الذي يعني أنهم كانوا يتعاملون مع جاني واحد، أو بمعنى آخر كانوا يتعاملون مع سفاح. استطاع المحققون تحديد هوية الجناة الرئيسيين من خلال البصمات، وبدأوا في التحري عن أمر الأخوين هيلزر عن طريق مقابلة عدد من شهود العيان الذين يقطنون بالقرب من منزل الأخوين لسؤالهم عما إذا كانوا قد لاحظوا حدوث أي شيء غريب في وقت وقوع الجرائم. علم المحققون من خلال تحرياتهم أن بعض الجيران شاهدوا غلين وجاسن وهما يقومان بتحميل شاحنتهما بأكياس قماشية سوداء. بالإضافة إلى ذلك، علم المحققون أيضا أن الأخوين هيلزر استدعي أحد الأشخاص لتنظيف سجادة المنزل التي كانت تحتوي على ما يظهر أنه بقعة دم كبيرة، لكنهما استطاع إقناع عامل تنظيف السجاد أن تلك البقعة لم تكن سوى بقعة مشروب غازي. بالإضافة إلى ذلك، كان الأخوين هيلزر يظهران في تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من منزل الزوجين المسنين إيفان وأنيت. كانت كل تلك الأدلة كافية بالنسبة للمحققين للحصول على تصريح قضائي يمكنهم من تفتيش منزل الأخوين هيلزر، وهناك عثروا على كميات كبيرة من المخدرات والأموال. لكن أهم ما عثر عليه المحققين في منزل الأخوين كان السلاح الناري الذي تم تحديده كسلاح الجريمة في حادث مقتل جينيفر وشريكها. تم اعتقال كل من غلين وجاسن هيلزر بالإضافة إلى دون جودمان التي كانت موجودة معهم في المنزل ذاته، وتم اقتياد الجميع إلى مركز الشرطة للتحقيق معهم. لم يكن الأخوين هيلزر متعاونين مع المحققين، لكن دون كانت منهارة للغاية، وسرعان ما استرسلت في اعتراف تفصيلي وصفت فيه فكر الأخوين وجل جرائم القتل التي قاموا بها، مشيرة إلى أنهما في النهاية تخلصا من أكياس الجثة في النهر. عثر بعض الصيادون على الأكياس القماشية السوداء التي تحتوي بقايا الجثة في النهر، واستطاع المعمل الجنائي تحديد هوية الضحايا من خلال تحاليل الحمض النووي ليثبت في النهاية أن تلك الجثث تعود لضحايا الأخوين السفاحين. عقد دون جودمان صفقة مع الادعاء تقوم من خلالها بالإقرار بذنبها في التهم المنسوبة إليها، فضلا عن موافقتها على الشهادة ضد الأخوين هيلزر في المحكمة. وفي المقابل تلقت وعدا بأن لا تتلقى حكما بالإعدام، وفي النهاية تلقت دون حكما بالسجن المؤبد وحكما آخر يقضي بسجنها لمدة 38 عاما. في مارس من عام 2004 بدأت محاكمة الإخوان هيلزر، وقد فاجأ غلين الجميع عندما أقر بذنبه في جل الجرائم المنسوبة إليه، لكن دون أن يبدي أي شعور بالندم على الإطلاق، ولذلك فقد تلقى حكما بالإعدام. أما شقيقه فقد حاول أن يدافع عن نفسه مبررا جرائمه بالأمراض والاضطرابات النفسية التي كان يعاني منها، لكن يبدو أن تلك الحجة لم تفلح في إقناع هيئة المحلفين التي أدانته بالجرائم المنسوبة إليه، وتلقى هو أيضا حكما بالإعدام. في شهر أبريل من عام 2013 شنق جاسن نفسه في زنزانته لينهي بذلك حياته، ولم تكن تلك المرة الأولى التي يحاول فيها جاستن أن ينهي حياته بنفسه. أما غلين قائد الطائفة والنبي المزعوم فلا يزال ينتظر حكم الإعدام بحقه في مركز ريتشارد دونوفان الإصلاحي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا.